بسم الله سي خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. نحن الآن نتواجد في قلب بيت الشيخ سعيد أبو علي بمدينة قليمين، ومعنا هذا ابنه البكر سيدي عبد الصمد ابن الشيخ سعيد أبو علي، صلى الله تعالى أن يحفظه ويبارك فيه. سيدي سعيد هذا ابنه الأكبر، عمره تقريبا 17 سنة. هذا الابن الأكبر، وعنده يعني الشيخ سعيد عنده 5 أبناء، 5 أولاد. احنا جينا يعني لكي نؤنس يعني للمواساة وللأنس، باش يعرفوا الأسرة بأنه المسلمين كيتضمنوا، وبين المسلمين كيتحبوا بعضياتهم، وبأن المسلم والمؤمن للمؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو يبين بأن المسلمين إخوة وبأنهم كيتحبوا بعضياتهم. فالذي يضرهم يضرنا، والذي يسوءهم يسوءنا، والذي يحزنهم يحزننا، وكذلك الذي يفرحهم يفرحنا. فنحن معهم قلبا وقالبا، خاصة وأنهم من أهل القرآن، وأنهم يعني من أهل القرآن وخاصته، وهم أهل الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله. فالحمد لله هذا بيت دين القرآن، يعني الشيخ المشاهد الطريقة الأولى من حملة القرآن كذلك، إلا ذوك الصغار تقريبا هما اللي مازال ما حدوا صغارين، وليدات صغارين، وإلا الحمد لله فوليداته كلهم من أهل القرآن، من حملة القرآن لله الحمد. فبحال هذا البيت هذا ينبغي أن نؤازره وأن نشد عوضه كذلك، وأن نعين بعضنا بعضا في المحنة التي وقعت لأسرتي الشيخ المعتقل 2 سنين وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكي ندخل السرور على هذه الأسرة العظيمة الكبيرة. ولا يمكن أبدا أن يترك مسلم يعني سمع خبر يعني هذا يعني الغرامة والسجن لمدة 2 سنين سمعها بدون أن أنه يحاول يفكر أنه يعاون وأنه يدير المستطاع باش أنه يعاون. فاحنا دابا الآن في البيت ديال الشيخ، وبغينا الناس أنهم يسمعوا يعني من أسرة ويعرفوا بأن الحمد لله كاين تعاون. ناس خارج المغرب وداخل المغرب كيقلبوا كيسولوا، بغينا نعرفوا شي حاجه على الاسره ديال الشيخ، بغينا نسمعوا من الاسره ديال الشيخ، بغينا نعرفوا كيفاش نساعدوا الاسره ديال الشيخ. وهذا شيء جميل جدا كيفرح. يعني تخيل دخلت تواصل معايا البارح واحد السيد من بريطانيا، صنع لي ابل فيديو، يعني اتصل بيا بالفيديو و تيقول لي انا بغيت نعرف الشيخ فين كيدير الامور ديالو وكذا وكذا. قلت لي الشيخ راه كاين في قلميم، اسرته في قلميم، وانا راه كاين في مدينه اكادير. فقال لي انا لما سمعت الخبر وقريت المنشور ديالك في الصحافه، قال لي مده يومين ما نعست كنبكي. هذا السيد كاين في بريطانيا راه كبير، فتيقول لي انا كنبكي يومين وانا كنبكي، تنقول كيفاش الناس ديال القران اللي تعتقلوا ناقصنا نعاونوهم وخصنا نهزو فوق راسنا، ثم كيتحكم عليه ب2 سنين. فهذه يعني دعوه الى التآزر والتآخي والوقوف بجنب ديالهم، الناس ديال الحقوق والناس ديال القانون والناس ديال حقوق الانسان والناس ديال المحاماه والناس ديال اي جهه من الجهات المنظمات القانونيه المشروعه، يعني القانونيه والمشروعه في البلاد. كنتمنى ان هذا الملف ديال الشيخ سعيد انه يعني تضافر الجهود يعني باي شكل من الاشكال، يعني المسانده القانونيه والمشروعه في البلاد، اننا نوقفوا معهم. جزاهم الله خيرا. فالحمد لله الناس القرآن كما ذكرنا هذا بيته في مدينة قليمين، وكنتمنى إن شاء الله تعالى اللي بغى يتواصل مع الأسرة يتواصل مع الأسرة مباشرة، واللي بغى يتعاون مع الأسرة يتعاون مع الأسرة مباشرة. كاين الإبن اللي هو تبارك الله ما شاء الله شاب يافع، يعني شاب يعني إنسان يعني بلغ، يعني ناس يعني شاب كبير ماشي شي واحد صغير، سيدي عبد الصمد، وكذلك الخال ديالو سيدي عبد السلام، وكذلك الاستاذ اللي هو كصديق الاسره بزاف اللي هو الاستاذ سعيد السيوطي، حتى هو انسان يعني يضعون الثقه فيه. فهاد الثلاثه الى تواصل الانسان مع السي عبد الصمد ابو علي، او مع السي عبد السلام النوحي،
اولا مع السي عبد السلام السي سعيد السيوطي، هاد ثلاثه ديال الاشخاص تقريبا ياك السي عبد السلام صحيح، هاد ثلاثه الاشخاص يعني اللي بغى يتواصل مع ثلاثه الاشخاص بالضبط يعني في المساله، يعني السي عبد السلام النوحي اللي هو الخال ديال السي عبد الصمد، والسي عبد الصمد ابو علي اللي هو الابن، ثم السي سعيد السيوطي اللي هو الاستاذ صديق العائله اللي عنده واحد جوج وليدات، عنده من كاين دابا الان اولاد السي سعيد، اولاد السي سعيد كاين عنده في مدينه طنطان، فهو يؤنسهم وكيعاونهم نفسيا جزاه الله خيرا تقبل الله منه. فهذا يعني الشيء اللي بغينا نقولوا، الحمد لله الاخوه تواصلوا وبغاو يتعاونوا وبغاو يتساعدوا معاهم باش ما نخلوش ابدا الفرصه للشيطان انه يدخل في المساله هذه، وباش يحسوا بالانس وبالمؤازره وبالمسانده ديال خوتهم المسلمين واننا معهم وما غاديش نتخلاو عليهم ابدا في هذه المحنه اللي هما فيها. اقول هذا لانني انا كذلك كنت اماما لمده من الزمن 10 سنوات تقريبا، ثم توقفت على الامامه، وكنا بغينا حتى حنا تمنينا يكون شي واحد كيسول فينا وكيبغى يسول فينا، بغى يعني يعرف علينا شي حاجه ولا بغى يسول فينا. ارفع صوت بس خلي الصوت. قلنا حتى حنا دوزت امامه 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات ديال الامامه، تم يعني توقفت، تم كذلك يعني التوقيف من الامامه لاسباب واهيه، وكنا كنتمنوا تكون ديك المؤازره اللي هي حسيت بها في ذاك الوقيته، ودابا الان باغي نعطيها لخويا المسلم اللي هو هو كذلك توقف عن الامامه، فبغيت باش نحسوا بداك الشيء اللي كنت انا محتاجه، اللي يسول فيك، اللي يتصل بك، اللي يقول لك كيف داير، ما خصك شي حاجه، الامور ديالك مزيانه كذا، هذا الشيء ما لقيتوش يعني في الوقيته ديالي انا ما لقيتوش، ولكن اي واحد من الائمه اللي توقف على الامامه ولا شي حاجه ان شاء الله تعالى غادي سيجد هذا من عندي، يعني انا اسال عنه، انا اسال عن اهله، ونشوف اش نخصهم باش نتعاونوا باش نتساندوا بعضياتنا. فلا اريد ان اطيل عليكم كثيرا، ان شاء الله تعالى اترك ما كانش مسموح جدد قضيه الدعم انه ما يخرجش عن ثلاثه العناصر. الامور اللي ما مسموعه راه غادي تسمع الناس اللي داروا الكيت السماعات، راه غادي يسمعوا شنو قلت في القضيه ديال انه ثلاثه ديال الاشخاص اللي ان شاء الله تعالى اللي بغى يتواصل معاهم هما هذو اللي قلت دابا، كاين السي عبد الصمد الشيخ سعيد ابو علي، السي عبد الصمد راه عنده حساب بنكي ان شاء الله تعالى غادي نشروه، وكاين الخال ديال السي عبد الصمد اللي هو السي عبد السلام النوحي، وكاين كذلك صديق العائله اللي عنده جوج وليدات دابا الان في مدينه طنطان، جوج وليدات ديال الشيخ المعتقل السي سعيد ابو علي اللي هو الاستاذ سعيد السيوطي في مدينه طنطان. هادو هما ثلاثه الاشخاص اللي ممكن يتواصل معهم الانسان في قضيه ديال المساعدات، يعني الناس اللي بغاو يتعاون ابدا ان الاسره هي اللي تدفعها، بسبب ان الاب ديال الصمد اللي هو الشيخ المعتقل الغرض ديالو هو النهوض يعني المجال او النهوض بالشان الديني في البلاد، هذا غرضه ان الناس يعني يحفظوا القران وان القيم الدينيين يلقوا المجال فين يتحركوا بخاطرهم ومرتاحين، يعلموا القران ويعلموا الدين. السيد راه منذ سنين وهو يعلم القران، تعلم القران وعلم القران لابنائه واهل الناس، وتخرج على يديه الكثير من طلبه العلم يعني، وعنده عنده بزاف ديال الاصدقاء في الشان الديني، وكتب كتابا في هذه المساله، راه غادي يشير ليه السي ياسين ان شاء الله تعالى في هذا الباب. فما يمكنش ابدا ان المسلم المغربي اللي هو كيحب القران واهل القران وكيهزهم كيحطهم فوق راسه انه يتخلى على الاسره بحال هكا او يتخلى على معتقل بحال هذا الشكل هذا. نسال الله تعالى ان ينفعنا وان ينفع المسلمين باهل القران يا رب العالمين ارحم الراحمين. اترك الكلمه للسي ياسين حتى لا اطيل عليكم في المقطع ديال الفيديو. السي ياسين الدهن فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير الشيخ خالد على هذه الكلمه الطيبه. واستاذ خالد كان هو صاحب البادره جزاه الله خيرا، هو اللي كلمني اتصل بيا قال لي ضروري خاصنا نزورو الاسره ديال الشيخ علي، وحز في نفسه ما وصلت اليه الحال، والله المستعان، يعني نفوسنا تحزن لما ما حصل، لكن ما خصناش حنا نفرطوا من جهتنا ونقوموا بجزء من الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامه. وهذا الكتاب هذا ديال الشيخ سعيد، لما دخلت البيت وتفقدته وجدت اول شيء بدا به في الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم ثنى بحديث اول مره اسمع بهذا الحديث، قال: روى الامام احمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون،
ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. بالله عليكم، رجل هذا جزاؤه عند الله عز وجل، رجل الله عز وجل تكفل بحفظه، ورجل الله عز وجل أعد له الجنات وأعد له ما لم يعد لغيره من الناس. هذا حقه أن يكرم، حقه أن يضع فوق الرؤوس، حقه أن يعتنى به، لا أن يسجن ويضيق عليه ويضطر إلى أن يطالب بأمور هي من أبجديات الحياة في العالم. نحن الآن حاولنا نقوم بجزء من الواجب، وزرنا الأسرة ديالو في مدينة قليميم، ونحن نحس بما يحس بهؤلاء، لأن سي سعيد وخاء أننا ما تلاقيناش معاه شخصيا، لكن الأرواح ديالنا تلاقات، ولكن يجمعنا كتاب الله، وتجمعنا أسرة المسجد وأسرة الدين، هذه الأسرة ديال الناس القيمين الدينيين، أسرة ديال طلبة العلم، أسرة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها. ف يعني تألمت قلوبنا وما لقينا شيء للتضامن إلى أننا نزور الأسرة ديالو ونقوم بهذا الواجب هذا اللي وصلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. والمسألة اللي هي مهمة ثانية أيضا هي المسألة ديال الأمور المادية اللي نبع عليها السي خليل، فحاول نحن نكون فقط دالين، قربنا الأسرة من الناس اللي هادي يساهموا باش نقطعوا الطريق على أي واحد كيقول لك أنا ناخذ الفلوس ونعطيهم، ما كاينش المسألة هادي. كما وصلش لي خالد هاد الفلوس يمشيو مباشرة لحساب ديال الأخ عبد الصمد أو السي عبد السلام ولا الأستاذ السيوطي، هادو هما الناس فقط المكلفين حتى نقطع الطريق أمام هؤلاء. ولا ننسى أن هاد الأمور هادي محامي والمصاريف ديال هاد الأمور عندها عليها ثقل، وخاصة الإنسان هذا ما نحسوش بأنه مشى للسجن ثم بقى بوحده وما بقى معاه حتى شي واحد. غدا الا بغينا نناضلوا على قضيه ولا على مبدا ولا على فضيله ما لقاو حتى شي واحد غادي يخدم ناضل، علاش يقولوا شوف فلان ما تسوق لي حتى واحد، شوف فلان هاد الكلمه ما بقاش. الحمد لله كاينين رجال، والحمد لله كاينين ناس شرفاء، وكاينين ناس امناء، وكاينين ناس كيهمهم مثل هؤلاء المناضلين ويشدون على ايديهم. ولا خير فينا ان تركنا الشيخ سعيد منفردا، ولا خير فينا ان تركنا حامل القران يؤذى، لا خير فينا. واترك الكلمه لابن الشيخ سعيد سيدي عبد الصمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاك كلمه الختام تعقدنا على كلمه الاستاذ قرب. حداش الصوت ضعيف شويه. تفضل سي عبد الصمد. بكلمه ختام تعقيبا على كلمه الاستاذ اشكر كل من تضامن مع الاب في قضيته. ولكل من يسأل عن أحوال العائلة نحن الحمد لله بخير، ما دمنا بعاش الله لن يمسنا سوء، ولا نشعر بأي بأننا وحدنا، خصوصا أن الأب قضية ديالو معروفة حاليا ولا قضية رائعة الحمد لله، كل شيء الناس عارفين، ما كنحسش بأننا وحدنا، معانا الناس بارك الله وجزاكم الله خيرا. الله يجزيك بخير حفظك الله. هذا السي الصهر ديال السي سعيد. السي عبد السلام تفضل. السي عبد السلام السلام عليكم. وصراحة يعجز اللسان عن التعبير عن فرحتنا وتفاجؤنا ومدى القوة المعنوية اللي انضافت صراحة الأسرة بهذا الدعم المعنوي والنفسي بالخصوص. الفلوس راه كتمشي وتجي، ولكن هذا الجانب المعنوي اللي لطالما كتردد واحد الفكرة سامة ديال ما كاين مع من، اللي تمرر من عبرها رسالة أخرى أكثر سمية، أن كل واحد يديها في همه، كل واحد يركز على مشاغله الشخصية وعلى كتمرر قيم الأنانية والفردانية. الإخوان من اللي جاونا اليوم وجات مكالمات هاتفية تعبر عن التضامن والتآزر والدعم بكل أشكاله، الأسرة دليل قوي وواقعي على 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 صدق مشاعر الإخوان والأخوات. أيضا الأمر ليس فقط حكر على الرجال، الأخت أيضا زوجة المعتقل تلقات مكالمات من المغرب ومن دول عربية ومن دول أوروبية بل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، لأنه ولا قضية
رأي عام في عالم السماوات المفتوحة اللي معناها تتجاوز الأقطار. نبغو مجددا نجددو شكرنا الصادق الزيارة الميمونة للإخوان اللي بالمناسبة إخوان اللي زارونا اليوم أصحاب هذه الصفحات قبل هذه اللحظة لم تكن تربطنا بهم أي علاقة أو أي معرفة، لا دموية ولا جغرافية ولا أي شيء من هذا القبيل. اللي جمعنا هو آسرة العقيدة وهذه فكرة نصرة الدين ونصرة قيم الحرية والكرامة والعزة. حرية التعبير هذه قيمة مقدسة، لولاها لما نصر الإسلام أول الأمر، قيمة مقدسة. جاءوا الإخوان باش يقولوا لنا لستم وحدكم، هناك من يقول لا، لا للظلم، لا للطغيان، لا للفساد، لا للجمع بين السلطة والثروة، لا لاحتكار القيم الرمزية. وكنجددوا مجددا شكرنا للإخوان من صميم قلبنا، ومرحبا وسهلا مجددا. حفظكم الله سي خالد. بغيت نبع هذه المسألة ديال الكتاب. الكتاب هذا كان الشيخ سعيد ألفه سنة 2007، المساجد بالمغرب، رؤية من الداخل، وكان طبعة طبعة رديئة جدا، راه نبع عليها الشيخ سعيد في بداية الكتاب، وقال لأن ما أطيب متمنياتنا لأسرة المساجد مقرونة باعتذارنا لكثرة الأخطاء المطبعية الناتجة عن عجزنا المادي في اختيار مطبعة محترفة، على كل نرى أن الرسالة ستصل بإذن الله. وهذا الكتاب هذا صراحة يستحق أن يطبع طبعة جيدة جدا. أنا ما كرهتش أننا نديرو شي بادرة يا كسي خالد، شي بادرة نديرو شي بادرة نشوفو شي مطبعة، ولا لقينا شي محسن يتكلف لنا بطبع الكتاب، والأرباح ديالو تعود إلى الأسرة ديال سي سعيد. وأنا أظن أن الشيخ سعيد سيفرح لو طبع الكتاب طبعة راقية ووصلت بها رسالته. أنا الآن قبل ما نقوم بهذه البادرة وصيت الولد ديالو الإبن ديالو العائلة باش أنهم يتواصلوا معاه ويعطيهم شي إذن، إلى تيسر لي شي إذن خطي إن شاء الله، باش أننا نقوم بهذه البادرة وتشاوروا معاه هو الأول. ممكن هو يكون عنده شي تصحيح ولا شي إضافات للطبعة هذه، ديك ساعات إلا كان ممكن إلا كان موافق نتوكلوا على الله ويكون صدقة جارية عليه بإذن الله. سي خالد كلمة أخيرة. المهم الحمد لله احنا كما قلنا الزياره هذه زياره اخويه، يعني زياره اخويه باش يحسوا الاسره ديالو، تحس الاسره ديالو بالسند وبالاخوه، بانهم ماشي وحدهم، وبان المسلمين اخوه لله ولله الحمد. وبغينا كذلك باننا نقول للناس بانهم ما يعطونا ريال، ما يعطونا احنا ريال، يعني ما انا لا يعني ما يعطيني حتى شي واحد شي ريال، وانما كل شيء اللي بغى يعطي شي حاجه، اللي بغى يتعاون مع الناس ولا شي حاجه. فالحمد لله كاينين الناس اللي هما مكلفين بهذه المساله هذه ديال الجانب المادي، اللي هو الابن ديالو سي عبد الصمد ابو علي فقط، هذا الشيء اللي بغينا نقولوا. وكذلك كنشكروا الاخوه من داخل المغرب ومن خارج المغرب، الاخوات كذلك اللي لهذا الامر هذا همهم، فهمتي. ونحن كذلك لا نتهموا يعني القضاء، ولا ما كنتكلموش في هذه المساله، حنا كنتكلموا على مساله الاخوه والمساله ديال الشيخ، انه عنده حق الدفاع، انه عنده حق الدفاع عن نفسه، وكذلك الاسره ديالو كذلك انها تحتاج الى منا، ووجب علينا ان نسنده. ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله يقول في القدس عبدي مرضت فلم تعدني، وهذا اصعب عتاب واشد عتاب على الاطلاق هو الحلقه، ان الله عز وجل يقول لك يوم القيامه عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول الانسان هذا العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أنك أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول الله عز وجل عبدي استسقيتك فلم تسقيني، هذا عتاب آخر، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان في الدنيا استسقاك فلم تسقيه، أما علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، عتاب آخر، فيقول كيف أعدك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده في الدنيا، يعني أما علمت أنك لو عدت ولو وجدتني عنده، فهذا عتاب. فالإنسان لما كيكون محتاج لشي حاجة، محتاج أنك تسقيه، أنك تطعمه، أنك تعوده، وأنك تزوره، يعني كأن يوم القيامة قد يعاتبك الله عز وجل على عبد من عباده كان يحتاج إليك، وغادي تندم يوم القيامة، وهذا صعب جدا أن يعاتبك الله سبحانه وتعالى. فنحن جئنا بقلوبنا لكي نواسي،
إخواننا في همهم الذي نسأل الله عز وجل أن لا يصيب مسلما أبدا في الدنيا أبدا، أن لا يصاب مسلم في دينه ولا في صحته ولا في نفسيته ولا في معنوياته ما يتصاب حتى شي واحد من المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن نكون عضدا وأن نكون مساندين وأن نكون يعني بجانب إخواننا يعني بقلوبنا وبكلامنا ننفس عليهم قربة من قرب الدنيا. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. أمين. لأي واحد قادر أنه يدير شي حاجة فليفعلها. والحمد لله راه الإخوان المغاربة ما كيتخلاوش على بحال هاد الأسر ولا بحال هاد الحالات، ولله الحمد هذا كيفرحنا بزاف. فاش كيتواصل معك شي واحد كيقول لك والله ما نعست كنفكر في القضية كيفاش ممكن ننصر وكيفاش ممكن نعاون وكيفاش ممكن نساند، فهذا شيء جميل جدا. السي عبد الصمد، فاش اسمح لي السي خالد قضى عندك، فاش تواصلتي مع الوالد ديالك كي داير الحمد لله النفسية ديالو؟ الحمد لله معنويات مرتفعه. الحمد لله معنويات مرتفعه. اني لكم جوج مرات اللي تواصلتوا معاك قلتوا لي ايوا ان شاء الله. دقيقتين فقط. الله المستعان. ان شاء الله تواصلتوا مع مره ثالثه بالغلي الاسلام ديالنا وبالغلي بان المغاربه داخل الوطن خارج الوطن كلهم ساندين ان شاء الله وكلهم مع وقولوا يدعي لنا ان شاء الله. الله يجزاكم بخير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.